قلته ليس سهوا وليس خطأ. بطولة أمم إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي لمصر. المهندس حسن صقر استقبل علي السرجاني في مكتبه ورفض الخروج حتى لمصافحة أبطال مصر الفائزين للمرة الرابعة على التوالي بكأس أمم إفريقيا. يعني إيه الفرق بين منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب مصر لكرة الطائرة؟ دول مصريين ودول مصريين، دول عندهم جواز سفر مصري ودول عندهم جواز سفر مصري، دول إنجازهم هيحسب لمصر والرياضة المصرية، ودول أيضا هيحسب إنجازهم لمصر والرياضة المصرية. والناس غلابة ولا كانوا طالبين ملايين ولا طالبين علب من دبي ولا طالبين أي حاجة خالص، كانوا طالبين مصافحة رئيس المجلس القومي للرياضة التي بخل بها عليهم. من المهندس حسن صقر الذي رفض تكريم منتخب مصر لكرة الطائرة إلى المهندس حسن صقر أيضا الذي أرسل رسالة إلى الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. الرسالة تحمل تحذيرا وإنذارا ووعيدا. إذا فتحت الجمعية العمومية الجاية يوم 10 أكتوبر بند 8 سنين للنقاش، هنفتح الملفات القديمة لسمير زاهر واتحاد الكرة، وهنعيد التحقيق في كل خطايا الماضي. أنا مش عايز أتوقف أمام هذا التهديد، لأنه حسن صقر بقى يعني اعتاد أنه يطلب من الأندية ومن الاتحادات اللي يناقشوه اللي ما يناقشوهوش. طلب من الجمعية العمومية للنادي الأهلي قبل ذلك ألا تناقش اللائحة، التي بيطلب من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ألا تناقش بند من بنود اللائحة. لكن ما يعنيني هو هذا التهديد. المهندس حسن صقر ليس مواطنا عاديا، هو رئيس المجلس القومي للرياضة. إن كان يهدد اتحاد الكرة بأن لديه ملفات قديمة وسيفتحها إن لم يستجب له اتحاد الكرة، ده تواطؤ، لأنه ده معناه أن المهندس حسن صقر لديه معلومات عن فساد أو عن أخطاء أو خطايا اتحاد الكرة وهو يسكت عنها مقابل أن يطيعه اتحاد الكرة. طبعا ده ليس هو أسلوب الأمثل لإدارة الرياضة ولا حتى إدارة محل بقالة، وليس هذا هو السلوك الذي نتوقعه من أي مسؤول مصري بعد ثورة 25 يناير. باشمهندس حسن، أنا عندي لحضرتك سؤال واحد فقط، هو في إيه؟